اللي جات لكم يمكن 2000 3000 واحد اهلاوي جالكم النهارده اول بطوله دوري مع النادي الاهلي، طعم غير. تعبتوا واجتهدتوا وربنا اداكم على دنيتكم. الحمد لله، طبعا بطوله غاليه وبطوله صعبه، وبارك لجمهور النادي الاهلي والحمد لله، وان شاء الله الموسم الجديد نكون افضل من الموسم ده باذن الله. يعني قول لي اول بطوله بالنسبه لك بتمثل لك ايه؟ والله بطوله غاليه طبعا، وبهد البطوله لوالدتي ووالدي واهلي كلهم وجمهور النادي الاهلي، عشان احنا تعبنا فربنا كرمنا في الاخر باذن الله. مليون مبروك. الله يبارك فيك.